موجة جديدة من الإرهاب الأسود تطال يدها الغالي والنفيس من أبناء الوطن باستهدافها المواقع الأمنية التي تسهر على أمن الوطن في شتى المحافظات. حادث إرهابي جديد يستهدف حاجزاً للجيش عند نقطة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من رجال القوات المسلحة. وعقب الهجوم الإرهابي عقد مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعين طارئين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ خلاله عددا من القرارات من أهمها إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة لمدة 3 أشهر، وتكليف القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. إن ظاهرة العنف والإرهاب التي طغت على الساحة في الآونة الأخيرة دفعت سياسيين إلى دعوة المؤسسات الأمنية في الدولة إلى تبني استراتيجية شاملة تستند إلى دعم الأجهزة الأمنية بالقدرات الفنية والإدارية والتقنية لمواجهة عمليات العنف والإرهاب والحد منها. كما طالب البعض الأجهزة الأمنية بتفعيل استراتيجية واضحة لمواجهة الإرهاب ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها، مشيرين إلى أنه على الرغم من بذل قوات الأمن الكثير من الجهد والاحتياطات إلا أنها أصبحت في حاجة ماسة للخروج عن الأطر التقليدية في مواجهة الإرهابيين. في هذه الحلقة نتحدث عن التنظيمات الإرهابية الموجودة في سيناء والتعزيزات الكبيرة التي تدفع بها القوات المسلحة إلى هناك والإنجازات على الأرض من قتل لأفراد في تنظيمات إرهابية وأيضا اكتشاف العبوات النسفة وتدمير السيارات التي تستخدم في العمليات الإرهابية. ما ننساش طبعا أهم شيء أهالي والقبائل في سيناء اللي على استعداد تام لمساعدة الجيش في القضاء على الإرهاب. وبالفعل سمعنا عن اتفاق بين القوات المسلحة والقبائل على أن كل قبيلة هتدفع 50 شاب من رجالها لمساعدة الجيش في القضاء على الإرهاب، خاصة وأنه بالطبع أبناء سيناء على دراية بخبايا المنطقة. وهذا ما أعلنه الشيخ عيسى الخرافين عضو جمعية مجاهدي سيناء أو مؤسس هذه الجمعية وأحد شيوخ قبائل سيناء. مساء الخير يا شيخ عيسى وأهلا بحضرتك. أهلا بك. بنستضيف أيضا دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب الأطباء في شمال سيناء. مساء الخير يا دكتور صلاح وأهلا بحضرتك. مساء الخير وأهلا بحضراتكم. الشيخ عيسى أنا هبتدي مع حضرتك، نرجع لورا شوية مع بداية العمليات العسكرية في سيناء، كان ايه شكل او نوع التواصل والتعاون بينكم وبين القوات المسلحة؟ طبعا القوات المسلحة وجودها عندنا من فترة قريبة، ولما وجودها عندنا من فترة طبعا كانت تنقص المعلومات، فكانوا ابناء سيناء ومشايخ سيناء خير افراد أدوا المعلومات الجيدة للقوات المسلحة على سبيل المثال بالتعريف بالإرهابيين مثلا اللي هم بيعرفوهم، بالتعريف بالمناطق الذي يقطنونها، بالتعريف بمسالك الطرق الذي يسيرون بها، بالتعريف فعاليات كثيرة. ولكن كانوا لا يعرفون أشياء مثل وهي أشياء يجب أن الدولة تأخذ بها عين الاعتبار، كان شيوخ القبائل ما يعرفوهاش، وهي الممول والمخطط والمحرض. بس أنتوا ثانية واحدة يا شيخ عيسى، يعني أنتوا كنتوا عارفين بالضبط أماكن الإرهابيين فين وطرقهم فين ومستخبين فين، وطبعا الأنفاق، موضوع الأنفاق ده كنتوا عارفين الأنفاق كلها فين؟ كل حاجة بتعرفها القبائل بتبلغ عنها الأجهزة الأمنية. كل حاجة بتعرفها القبائل بتبلغ عنها عنها الأجهزة الأمنية، وهذا رباط بينها وبين بعض من قديم الأزل، لأن هناك ما فيش هناك حاجة تعلى على مصلحة مصر أبدا. لا أكيد ما فيش طبعا.
مصلحة مصر فوق الجميع. يعني وستنا الفاضلة أم كلثوم رحمها الله عندما قالت عيشوا كراما تحت ظل العلم، كراما، ومشايخ سيناء كلهم أفراد عايشين تحت ظل العلم. أكيد. طيب دكتور صلاح، يعني الحادث الإرهابي الأخير اللي أودى بحياة جنودنا الأبطال، ظهرت من بعده الحاجة أو الفكرة أو الرأي الذي يقول بضرورة إنشاء منطقة عازلة بين رفح وقطاع غزة. بالتأكيد أهالي سيناء ليهم رأي في هذا الموضوع، نحب نسمعه من حضرتك. هو بداية يعني أستاذ شادي لازم أقول خالص التعازي من لكل بيت في مصر، خالص التعازي في شهدائنا الأبرار، وتمنيات بالشفاء العاجل للأفراد وضباط القوات المسلحة الذين أصيبوا في هذا الحادث. لم يكن هذا الحادث الأول طبعا، ونتمنى أن يكون الأخير من الله سبحانه وتعالى. هذا الحادث حدث في منطقة قرب الشيخ زويد، هو بيقال خطأ أنه في العريش. هو معظم هذه الحوادث بتحدث في خارج الكتلة السكنية وبتحدث على الطرق السريعة في معظمها، يعني أكثر من 95% منها بتحدث على الطرق السريعة وخارج الكتلة السكنية. لكن قصة أنه لابد من إخلاء الشريط الحدودي بمسافة كيلو ونص كما قيل، ويبقى لمسافة 5 كيلو تحت تطبيق الحكم العسكري. الحكم العسكري في سيناء منذ ما قبل من 1956 عاشت سيناء دائما تحت الحكم العسكري إلى 1982 دخل الحكم المحلي بعد عودتها بعد أن سحبت القوات الإسرائيلية. فالتعايش ما بين القوات المسلحة وسلاح الحدود بالذات وبين أهل سيناء كان تعايش مستمر. أما التعايش أثناء الحرب قبل 73 ما بين أفراد سيناء زي عم الشيخ عيسى وجمعية المجاهدين حوالي 850 مجاهد ومخابراتهم الحربية، وكانوا هم يعني العيون وأقمار الاستطلاع اللي بترسل المعلومات. يعني أنا أحد اللواءات قال لي، لواء المشهورين جدا، قال لي الشيخ عيسى ده هو غير بعض خططنا في العبور. هذه النوعية من الناس هم ناس يعني أبنائهم وأحفادهم تربوا على حب هذا الوطن، ولم أبدا يبخلوا بأي حاجة. هم جنود في خدمة هذا الوطن، حتى لو قالوا لهم سيبوا سيناء بالكامل وارحلوا. ولكن هل هذا هو الدواء؟ إذا كان هذا الدواء المر فيه الشفاء فلا مانع، لكن لابد أن نؤخذ في الاعتبار أن في هذا الشريط ده مش مجرد كلمة بنقولها وإحنا قاعدين، لازم حد يبقى يدرس هذا المكان. المكان ده رفح سيناء ورفح فلسطين طول عمرها يعني مدينة واحدة، إلى أن جاء الاحتلال انسحب 1982 فقسمت المدينة فأصبحت المزرعة نصين والبيت نصين وهكذا. بيخطن هذا الشريط أكتر من 15-20 ألف، الشريط ده بس اللي في الكيلو ونص دول حوالي 20 ألف نسمة. القوات المسلحة بكل قوتها استطاعت أن تقفل 99.9% من الأنفاق، يعني لم يعد هناك أنفاق بالمعنى اللي وجد داخل بيت. أنا زي ما بردد اللي بيقوله الشيخ عيسى، اللي يجدوا في بيته نفق يدمروه ويخدوه تأبيدة 25 سنة أو قرب بيته ولم يبلغ عنه. لكن عايز أقول أي ثمن يدفعه أهل سيناء، وهم دائما جاهزين لدفع الثمن منذ حرب 48 و56 و67 و73 واستنزاف وما بعد ذلك، هم جاهزين دائما لدفع الثمن لأنه هم قدرهم أنهم في بوابة مصر الشرقية. لكن عايز أقول أن في كثير من بعد التداعيات الأحداث الأخيرة وما سقط من شهدائنا، ليس فقط الشهداء أبناء القوات المسلحة، هناك شهداء من أبناء سيناء قتلوا برصاص التكفيريين، قتلوا برصاص التكفيرين يربوا عن
100 شخص منهم 37 شيخ قبيله. منهم هذا الشيخ عيسى تعرضت لمحاوله اغتيال ايضا. الشيخ عيسى لقد تعرض برصاصه في الراس وست رصاصات في الكتف ونقل بطائره من القوات المسلحه لمستشفى المعادي وتم انقاذه. يعني اذا شيوخ القبائل مستهدفين ايضا من قبل التنظيمات التكفيريه، وده طبيعي اذا كنتوا بتبلغهم اماكنهم فين، فده لازم يبقى رد فعل طبيعي. طيب انتوا كيف تتعايشون كنتم مع او ما زال جزء منكم مع هذه التنظيمات، خاصة أنه التمويل بيزيد زي ما حضرتك بتقول، في تمويل خارجي كبير، وأنتم أيضا على دراية بعض الشيء بأماكنهم. شيوخ القبائل اللي انتقل إلى رحمة الله انتقل، واللي ما انتقلش ما زال مستهدف مثله مثل القوات المسلحة، لأن التكفيريين بيحكموا على شيخ القبيلة إنه هو عين من عيون القوات المسلحة. أي يبقى خلاص كفاية، هذا يموت. هو ما زالوا عين للقوات المسلحة، يموت مع القوات المسلحة. هذه رابطة قوية ما بين المواطن السيناوي وما بين القوات المسلحة، رابطة عميقة، رابطة يعني من قديم الأزل. هي الرابطة هذه، والرابطة هذه تأسست في سنين الاحتلال عندما كانوا ابناء سيناء هم الأقمار الصناعية لجيشنا الباسل. عملوا وجهدوا إلى أن بقوا ووضعوا أمام جنودنا الحال الإسرائيلي كتاب مفتوح. الحمد لله. فكان لهم نصر أكتوبر، وعندما أتى الرئيس محمد أنور السادات رحمه الله لاستلام مدينة العريش في 79، أيوة، وكان معه وزير الدفاع كمال حسن علي، اجتمع كمال حسن علي بشيوخ القبائل وقال إن مسببات نصر أكتوبر 5 أشياء، ورفع يده هكذا. مسببات نصر أكتوبر 5 أشياء، واحد من الخمسة دول مجهود ابناء سيناء، وقالها على الملأ. هو احنا ما بنفخرش بعملنا ابدا، احنا اللي عملناه هو الواجب علينا، والحمد لله احنا عملنا وعشنا، ولكن غيرنا عمل واستشهد. ايوه، وروت دماءه الارض. احنا ما بنقدر، احنا ما زلنا على تلك العلاقه مع قوات المسلحة إلى يومنا هذا. لكن نوعية الحرب يا شيخ عيسى اختلفت الآن، يعني طبيعة الحرب الدائرة، لأن دي حرب، إحنا بنحارب إرهاب فهي برضو حرب، ولكنها مختلفة عن لما كنا بنحارب إسرائيل. طبعًا لكن طبعًا في كل طبعًا الأحوال طبعًا الجيش المصري بأسلحته موجود في نفس المكان بيحارب. نعم. طيب ايه الصعوبة، ايه التحدي في هذه الحرب عن حرب اسرائيل من وجهة نظرك؟ يعني طبعا انت اسرائيل بتحارب جيش نظامي وجيش منظم. بالظبط، له تكتيكه وانت لك تكتيكك. ولكن انت الحين بتحارب اشباح، بتحارب فلول واشباح. طبعا لازم ما تقول ده. من اجل ذلك كان عرضنا وعرض مشايخ سيناء على أن كل فرد وكل شيخ يأتي بخمسين شاب من العشيرة بتاعته ويندمجوا مع القوات المسلحة ويكونوا شراكة لهم. ليه شراكة لهم؟ عندما أتت القوات المسلحة في الظرف الوجيز ده ما كانتش بتعرف المسالك.
ما كانتش بتعرف الطرق، ما كانتش بتعرف مثلا احنا فتنا على التبه دي خلفها ايه، تعرف. ولكن طلب المشايخ كان دمج هؤلاء الافراد حتى يكونوا عيون لقواتهم المسلحه ويعرفوا كل تلك الاشياء. الارهابي بيستخبى فين؟ اللي بيستخبى بروح بيلبد فين؟ في اي جحر، في اي شجره، في اي كذا. الارهابي عندما يرى اثره في الارض يعرفه متجه الى اين؟ الاثر القدم بتاعته لما يشوفه في الارض يعرف متجه الى اين فيتجه وراءه. طيب دكتور صلاح، يعني هناك من يرى ايضا انه يعني بعض التنظيمات الارهابيه بتحاول انها تخلق فجوه بين شيوخ القبائل وشبابها، بحيث انها تستقطب مجموعه من الشباب وتخليهم ينقلبوا على شيوخهم، شيوخ قبائلهم، وينضموا إلى هذه التنظيمات الإرهابية. أولا، هل هذا بالفعل بيحدث ولا لا؟ وإذا كان بيحدث، كيف تتصرف القبائل تجاه من يثبت تورطه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي؟ أنا عايز أقول بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال، عايز يعني في مغالطة بس في الموضوع شوية في سؤال الأستاذة أمل لما قالت إزاي بتتعايشوا مع هؤلاء الإرهابيين. أنا عايز أقول لحضرتك المسألة مش كده خالص، عشان بس ما ننزلقش في تيار بعض الإعلاميين اللي امبارح قعدوا يشتموا في أهل سيناء. ثانية واحدة دكتور، أنا كان سؤالي هو الشيخ عيسى بيقول إن إحنا كنا بنساهم أو بنرشد القوات المسلحة لأن إحنا عارفين بالظبط هم فين، اذا هم في منطقه، في نفس المنطقه هم عارفينها. فلما احنا نبقى عارفين، زي ما انت عايش مثلا ومعاك في العماره اللي قدامك اخوان، فانت بتتعايش. انا عايز اوضحه لحضرتك ان هذه المجموعات المسلحه ليست وليده الان، هي من سنه 2000، وكل مشايخ سينا اجتمعوا بالمخابرات الحربيه وسردوا القصه من البدايه من 2000 وما بعد 2000، ثم تفجيرات طابه وما تلا بتفجيرات طابه وشرم الشيخ وهكذا. و2006 2007 بدات قصه الانفاق، واجتمع الشيوخ مع المخابرات الحربيه وطالبوا بغلق الانفاق من البدايه. من البدايه، تمام، وهي لسه نواه، لما كانش في خمس انفاق مثلا، طلبوا باغلاق هذه الانفاق وان تكون التجاره تجاره بينيه حره سليمه، يعني تبعد عن العمل الأرضي. لكن كان هناك غض طرف عنها بحجة أن يعني شعب غزة كان محاصر ولا بد من إمداده ببعض المواد التموينية وهكذا، لأنه مش معقول تكون المحاصرة من إسرائيل ومن مصر. لكن بعد كده تم استخدام الأنفاق لأغراض أخرى. لكن هذه الجماعات ليست فقط من الأنفاق، هذه الجماعات في ثلاث سنوات الثورة وبعد الثورة والسيولة الأمنية جاءت من كل حدب وصوب. صحيح. جاءت من سوريا وليبيا والسودان واليمن. والسلاح كان يدخل بعرض مصر من ليبيا حتى سيناء. وما زال آثاره، يعني الأسلحة دي ما زالت معروفة أنها ليبية. لكن الأسلحة يمكن اللي تمت في الهجوم الأخير، واللي عايز أصححه، أن الهجوم ده كان على بعد 12 كيلومتر من العريش في منطقة الشيخ زويد اللي فيها حظر تجول بقاله سنة ونص، وكان في وضح النهار والساعة 1:30 الظهر، وأن معظم العمليات تتم على الطرق السريعة والطرق الدائرية وليست في الكتلة السكنية. ما أنت ذكرت ده من قبل يا دكتور. الإرهابيين ليسوا لا يخطونوا في وسط الكتلة السكنية. نرجع برضه ما ردتش بقى على سؤالي. طيب يعني حضرتك معترض على التعايش، يعني هم مش في نفس المنطقة؟ ليسوا في الكتلة السكنية، هم في كهوف وفي دروب وفي وديان. مساحة شمال سيناء بس 31,000 كيلومتر مربع، يعني ثلاث أضعاف مساحة فلسطين التاريخية. أيوه. طيب يعني نرجع للسؤال يا دكتور. الشريط السكاني لا يتعدى مساحته من ساحل البحر في عمقا لا يتجاوز 10 كيلومتر 15 كيلومتر، والباقي مفرغ تماما. يعني وهذه المنطقة كانت المنطقة الجيم، ليس بها قوات مسلحة مطلقا بحكم كام ديفيد. أيوه. فكانت ملاذا
ومرتعا لكل من يريد يعني تسول له نفسه، الخارجين عن القانون والقادمين من محافظات الجمهورية بالكامل، زي المطاريد، زي فكرة طيب المطاريد. نرجع تاني للسؤال، فكرة أنه الشباب ممكن أن يستقطبوا للانضمام لهذه التنظيمات، هل يحدث هذا بالفعل؟ يعني ماذا يملك هؤلاء يعني هذه التنظيمات لتغري به الشباب؟ المال، المال والدين. لا هو الدين، اصل الدين، الدين ده مش دين خالص يعني، ده وجهة نظرك حضرتك، ده وجهة، دي وجهة نظرك. لكن هو السؤال ماذا فعلت الدولة لتمنع ان الشباب يعني ان ينزلق في هذا؟ لكن المجتمع السنوي طبعا مجتمع قبلي، فشيخ القبيلة له الامر والحكم. يعني لابد ان نكون النظرة التنموية لسيناء كان لابد أن تكون بجوار النظرة الأمنية. إحنا بأكثر من 40 سنة دلوقتي بنطالب بعملية تنموية في سيناء، والعملية ما زالت لم تتم أو حتى لم تبدأ، لأن هناك إرهاب. لا لا ما آسف آسف، الإرهاب بقاله سنة ونص. أي؟ احنا سينا مستقرة بقالها 35 سنة ولم تحدث بها تنمية. ما احنا ما نحطش دماغنا في الرمل. احنا لابد نعترف بأخطائنا عشان نتلافاها. لو فضلنا مش هنعترف بأخطائنا يبقى عمرنا ما نتلافاها. احنا ما زلنا عندنا حول سياسي، وما زلنا نتجه بالتنمية لمناطق أخرى. التنمية في 100 كيلو على ما توصل العريش، 150 كيلو على ما توصل العريش، ما فيش فيها رصاصة واحدة وما فيش فيها أي نوع من التنمية. لابد أن تتجه الدولة وحكومتها الحالية إلى نوع من التنمية لجذب هؤلاء الشباب ولفتح أفاق لهذا العمل. وإذا كانت أغلقت تجارة غير مشروعة لازم تفتح تجارة مشروعة. يعني أنت رأيك أنه بعض هؤلاء الشباب قد يتجهوا لأنه ليس هناك تنمية حتى الآن؟ قد يتجه في كل أنحاء مصر مش بس في سيناء. البطالة وانسداد الأفق قد يؤدي إلى كثير. هو بعض الجماعات المتطرفة في التسعينات كانت في مصر هنا، كانت ليه؟ يعني الدراسة لابد أن تبدأ من الجذور وليس من الأطراف. يعني إذا كنت بتقول في المقابل ده ممكن يحصل، طب أنا عملت إيه؟ ماذا قدمت لشعب سيناء؟ ماذا قدمت الدولة لشعب سيناء؟ لابد كل مسؤول أن يسأل نفسه هذا السؤال. ماذا قدم لشعب سيناء؟ ما هي التنمية التي وصلت إلى سيناء؟ أنا عايز أقول لحضرتك كل التنمية اللي حصلت كلها تنمية بيد أبناء سيناء. 250 ألف فدان اللي اتزرعوا في المنطقة لحد دلوقتي الجيم، دول كلهم جهود ذاتية. اللي انت عايز ترحل منهم دلوقتي الناس اللي عايز يسيب بيته ومزرعته وأكله ومصدر رزقه وهكذا، كل هذه جهود ذاتية عملها بإيده. يعني الدولة ما ساعدتش فيها إلا ما رحم ربي، عشان نكون منصفين، يمكن توصيل كهرباء للبير اللي عمله يمكن وهكذا، لكن كل التنمية اللي عملها كانت بجهود ذاتية. فإحنا برضو ما نجيش بقى اللي عمله ده نهدهوله. إذا كان الأمر زي ما قلت لك في البداية، الأمر هو دواء مر هنتجرعه وهو مؤقت، هو لازم هو الكلام على أن هم 90 يوم، يعني نتكلم في 3 شهور. أيوه لازم يبقى مؤقت. يعني إيه؟ يعني أنا أفضي بيتك لمدة، أفضي المنطقة لمدة أسبوعين 3-4، أنا بعمل مسح المنطقة وبعمل جدار عازل تحت الأرض 30 متر، أفتح مية زي محور فيلادلفيا اللي كان مقترح يعني الرئيس مبارك. يعني هناك حلول كثيرة. صحيح. لابد أن تكون حلول طبعا. يعني وإحنا بنتكلم يا دكتور صلاح عن إخلاء طوعي وليس تهجير قصري، ففي فرق كبير قوي بين الكلمتين. وإحنا بنقول يجد في بيته نفق وده يفجره وياخد صاحب البيت ده مؤبد. طيب شيخ عيسى، يعني ما الذي تطلبه من الدولة؟ دكتور صلاح ذكر أنه التنمية يجب أن تأتي على رأس الأولويات، ما مطالب القبائل في سيناء؟ طبعا هي التنمية الشيء الأساسي رقم واحد. التنمية هي الأساسي رقم واحد، وأقرب حاجة للتنمية وأسرع حاجة دلوقتي موجودة عندنا هي ترعة السلام. ايوه والشيخ والشيخ جابر مشكور امير الكويت دفع تكلفه ترعه السلام باكملها ووصلها الدوله. من هذا المكان احنا بنقول فين فلوس ترعه السلام؟ راحت فين؟ لا تنهيها.
احنا عندنا ترعة السلام مرحلة مرحلتين ثلاث مراحل. بدأوا المرحلة الأولى، جزء من المرحلة الأولى جزء، ثم المرحلة الثانية مدوا فيها خط ترعة السلام بس وفاضي لحتى الآن، والثالثة ما قربوش ليها. طيب الجماعة أمير الكويت دفع كل الموضوع ده، الفلوس دي راحت فين؟ وكان مطلبنا ونحن أعضاء مجلس الشعب مطلبنا إنشاء ترعة السلام وتوطين عليها 4 مليون مواطن مصري. تعمير سيناء يعني 4 مليون لسد هذه الثغرة وهذه البوابة اللي بيأتينا منها الخطر دائما. هي يجب أن يكون في سيناء توطين أفراد لا يقل عن 4 مليون على ترعة السلام. ده مطلبنا من البداية. هو الفلاح اللي هنا اللي ملوش أرض تعال هنا أقعد خذ لك أرض وهكذا، ووطنه 4 مليون حتى نسد الثغرة اللي دايما بيأتينا منها الخطر وبيأتينا منها التعب. حتى الثانية مثلا موضوع مثلا الإخلاء، والله يا شيخ أنا شخصيا ما أقرش الإخلاء. الإخلاء هيعمل أثر في نفوس المواطن. أنا مش عاوز يكون في أثر في نفس المواطن. عايز المواطن أخلي قلبه زي ما هو حلو وبحب الجيش وبحب القوات المسلحة. طيب ولو إخلاء مؤقت؟ لحظة. يجب إذا كان القوات المسلحة عايز الحتة دي ويعني وفي اضطرار شديد ليها، يجب أن تنهي تكون لجنة من القوات المسلحة والمخابرات الحربية ومشايخ سيناء، لجنة، وتروح تشوف اللجنة دي لما تشوف الناس على الطبيعة. ما هو القرار ما ينفعش تأخذ قرار وانت ما شفتش على الطبيعة. هو ما فيش حد خد قرار. احنا بنتناقش يعني بقول لك شوف كيف تتكون لجنة من القوات المسلحة والمخابرات الحربية وشيوخ القبائل. تتكون لجنة ينظروا في الوضع ويشوفوا الناس على الطبيعة. في لواءات بتتكلم بتقول أنا شفتها سنة 67. شوف يعني شافها من 51 سنة. طب حضرتك يا شيخ عيسى وأنت بتقول اللجنة تشوف الناس على الطبيعة، عايز اللجنة دي تشوف إيه عشان على أساسه تحدد إيه؟ تحدد إيه؟ كويس. بالضبط. عارف اللجنة لما تطلع من القوات المسلحة والمخابرات ويعني وتتخذ قرار المشايخ مش هيقولوا لا. لأنهم أعضاء في اللجنة. بالضبط. وهيكونوا راضيين وهيكونوا حلوين. وهيكونوا مشاركين، يعني بيشعروا بحالهم انهم مشاركين في القرار. ايوه. وكويسين. وممكن تساعدوا في عمليه النقل ساعتها. يبقى ليك دور. هتساعد كثير، هتساعد كثير. هي العمليه دي. فذلك يعني انا والله من هذا المكان بوجه سؤالي وبوجه طلبي للسيد وزير الدفاع ان يكون اللجنه دي. ان يكونها من القوات المسلحه ومن المخابرات ومن شيوخ القبائل، شيوخ القبائل اللي في هذا الشريط. أيوة بس طبعا. ايوه اصحاب اللي في هذا الشريط اللي هم معنا، بلاش يتعمق جوه في المشايخ. لا يعني هم كلهم زي 3 مشايخ 4 مشايخ في هذا الشريط. 4 أو 5 بس هم دول يكونوا في اللجنة ويقعدوا وتشوف الدنيا ويطلعوا وشوف الدنيا وشوف المواطنين اللي ساكنين ازاي واللي عايشين ازاي. هم دخلوا قلوبهم ريحتهم وقالوا والله العظيم الناس دي حرام تمشي يبقى حرام تمشي. قالوا لا الامن القومي يعني نفس فكره مدن القناه اللي تم اخلاءها برضو وقت حرب 56. يعني هي الفكره 67 اسفه، يعني انت بتخلي لفتره معينه لظروف حرب. عارف دي وجهه النظر. يعني انا وجهه النظر مشروع مدن القناه كان يختلف عندي، يختلف عندي كثير. مشروع مدن القناة في دي أيام حرب الاستنزاف. أيوة. والضرب شغال وانت يا مصري لمنك بتضربني يا إسرائيل وبتوقعني أنا حوقعك كمان واضرب لك السكان.
ما انت اتضربت يا شيخ عيسى، احكي لنا بقى اتضربت ازاي. اتضربت ازاي؟ اتضربت واتبهدلت انا، بس لا ربنا اللي سلم. عاش اللي بهدلك يا شيخ عيسى. بس احكي لنا ملابسات فعلا استهداف حضرتك كانت ازاي؟ انا كنت والله ماشي في الشارع، وكان بيني وبين المحافظ ميعاد الساعة 10 ورايح له. وانا في الطريق الا والناس بتضرب علي نار. وانت مش شايف اللي بيضربوا عليك؟ والله ما شفتهم. ما شفتهم خالص. بعربيه يعني؟ انا كنت في عربيتي ماشي. ايوه. جت عربيه تانية جنب حضرتك يعني؟ ما شفتهاش خالص انا، ولا حسيت بيها. سبحان الله. ولا حسيت بيها خالص، ولا حسيت انا بنفسي رصاص رصاص الا وانا في الطياره. اعيد. الحمد لله على سلامتك يا شيخ عيسى، وبالتأكيد لن يحدث أي شيء بدون موافقة أهالي سيناء. وإحنا في الآخر إحنا وإنتوا، مش حاجة اسمها إحنا وإنتوا، إحنا كلنا مصريين، والقوات المسلحة دي قواتنا، مش هتعمل حاجة ضد أمن مصر القومي يعني. اللجنة ضروري، اللجنة ده اقتراح أكيد اتقال على الهواء، وللقوات المسلحة طبعا أن ترى هذا. نشكركم شكرا جزيلا، لأن وقت البرنامج انتهى. شيخ عيسى الخرافين أحد شيوخ قبائل سيناء ومؤسس جماعه مجاهدي سيناء، اتفضل يعني بس سريعا. امن مصر القومي خط احمر، ابناء سيناء جنود مجنده أكيد. خدمه امن مصر القومي، وانهم لن يتاخروا ويدفعوا اي ثمن يطالبوا به طبعا. نشكرك دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب الاطباء في شمال سيناء، وان شاء الله الامور تبقى احسن وافضل لسيناء ومصر كلها. شرفتونا النهارده في هذه الحلقه من القاهره، نشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام حسن متابعتكم لهذه الحلقه.